يسعد مساكم ويعطيكم ألف عافية ويسعد كل أوقاتكم. اليوم رجعنا لكم بأكلة برضو بحرية ولذيذة زاكية خفيفة لطيفة، كتير من الناس بحبوها وأنا من عشاقها، اللي هي السوشي. رح نحتاج في طبختنا لليوم عيدان الكابوريا، تمام؟ منجيبها منقسمها عيدان زي هيك، هي اصلا بتكون عيدان يعني مدورة زي الاصبع، منقسمها احنا لاسمين بالطريقة هاي. عيدان زنجبيل، بصل اخضر، فطر طازج، عيدان جزر، كمان عيدان الافوكادو، منجيب الافوكادو منقسمها بالطريقة هاي عيدان، ومنحط، في ناس بحبوا خس، في ناس بحبوا كمان يضيفوا خيار. طبعا رز مصري مطبوخ عادي بطريقة عادية مع ملح. والإشي الأساسي في الموضوع هاي اللي هي الطحالب البحرية، بتكون بالطريقة هاي. هلأ بورجيكم كيف راح نصير نلفها ونحشي فيها الرز والخضار والكابوريا. إذا في ناس بيحبوا مثلا يحطوا سلمون، سلمون ني، في ناس بيحبوا يحطوا كافيار عليها. هلا انتي وشو بتحبي انتي وذوقك. انا اخترت النوعية هاي من الاعشاب البحرية اللي هي الطحالب، اخترت هاي النوعية، وهلا رح اورجيكم كيف طريقة العمل فيها. طبعا هون عندي هدول الاشياء هون مش متستوية، طبعا رح تضلها نية، بس الرز عندي المتستوي، واصلا عندي عيدان الكابوريا هي اصلا بتكون مطبوخة يعني ما انها بتكون ني. واغلب الاكل الصيني زي هيك يعني بيكون سوتيه مش كتير مستوي. فهلا رح اورجيكم كيف رح اعملها، خليكم معي. بتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتضغطوا على زر المشاركة عشان يقدر يجيكم كل جديد من قناتي، قناة مطبخ الياسمين. فردنا الرز فوق الاعشاب البحرية، وهلا بنحط عليها عيدان الكابوريا، نحط الزنجبيل، الزنجبيل زاك كتير معها، نحط الجزر، نحط البصل الأخضر، نحط الأفوكادو، نحط المشروم. وقلت لكم هاي زي ما انتو بتحبوا بتحطوا، اذا حبلكم انكم تحطوها فقط افوكادو مع الخضروات من غير الكابوريا برضو بصير زي ما انتو بتحبوا. هلا زي ما بلف بالضبط الملفوف والدوالي، بشدي بلطافة وبعملها رول بالطريقة هاي، وبعدين بقسمها. شوفوا كيف حطيت طبقة رقيقة من الرز، وحطيت فوقيها العيدان الأفوكادو وعيدان الكابوريا والبصل الزنجبيل المشروم الفطر المشروم الخس اي شيء انت بتحبي. بعدين اذا انت مثلا تحطي بس بكل ورقة الكابوريا مثلا مع الافوكادو لحاله بصير، بتحبي مثلا ورقة تانية تحطي فيها المشروم مع الكابوريا مع البصل بصير، انت حسب شو انت بتحبي تحشيها من جوا وبتعمليها بشكل رول، تطلع معاكي رول زي هيك، تمام؟ هاي شوفي كيف بعد مرة يعني زي ما كأنا منلف ملفوف او دوالي، وبعدين بقسمها دوائر دوائر بالطريقة هاي. هلأ راح ألفها، وهيك بيكون كمل معانا السوشي. منقطعه ومنرش عليه شوية سمسم ني، وبتتاكل معاه صلصات مختلفة، منها هاي صلصة التوم الحارة، والصلصة الأساسية اللي بتتاكل مع السوشي اللي هي صلصة الوسابي، صلصة خضراء حارة كتير طيبة. بنحط بجنبها كمان صويا صوص،
والمخلل تاع الزنجبيل. هاي الأشياء الأساسية اللي بتنحط مع السوشي. بالطريقة هاي بنكون كملنا طبقنا لليوم، وصحتين وعافية، وبتمنى إنكم فعلا تجربوه. يعني بنروح قاعدين على المطاعم بندفع المبالغ الفلانية بس عشان ناكل سوشي. شوفوا الكمية اللي أنا عملتها بتكفي يعني 3 أشخاص بالراحة بالراحة، وبالطريقة اللي انتو بتحبوها بتحشوها بتعملوها. وصحتين، ألف ألف عافية على قلبكم.